حسن التقينا اللاعب الدولي المغربي عايش رضا المختاري اللي صالة وجلة في الملاعب يعني ودرب شباب العرائش التقينا على هامش مقابلة استعراضية للمنتخب الوطني اللي غادي يكون الابتسامات ديالو هو كيحضر يعني على التظاهرة إضافة إلى اللاعبين السابقين المنتخب الوطني والعرائشيين كمراد حديواد واللاعبين الذين أعطوا للفريق الوطني. تفضل. كتعطي واحد الصورة جيدة على مدينة العريش من خلال النجوم اللي كتحرك مدينة العريش وكتعطي واحد رونق وواحد جمال يعني للتظاهرات صراحة يعني أنا أفتقر يعني هادشي اللي كيديروا الجمعية ديال أمرك جمعية المغاربة المقيمين بإنجلترا زعما بادرة طيبة على الموسم الثاني يعني كل موسم تتطور ما تزيد ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله هذا الشيء اللي كنشوفوا يعني مثل التطورات يخلي الناس مسؤولين على البناء يعني عندهم واحد نظرة لكرة القدم ان شاء الله في المستقبل يديروا العريش يشوفوها وانت كلاعب دولي عشت تظاهرات كبيرة وحضرت ملتقيات يعني شاركت في عدة ملتقيات يعني وهذا الحضور يعني الكبير الدولي في العريش يعني شنو يمكن يضيف للمدينة الصورة ديالها شنو يمكن يضيف الصورة للمدينة يعني على مستوى التسويق ديال الصورة ديالها برا بهذا الشكل مزيان يعني وكبير يعني كيبشر بخير وهذا الشيء يعطي واحد الصورة يعني مزيانة على العريش يعني الموسم الثاني اللي كنحضر فيه في هذه التظاهرات كنتمنى انه يكونوا تظاهرات يعني في المستقبل يكونوا تظاهرات في هذا المستوى باش نعطيو واحد جماليه واحد رونق لهذه المدينه اللي صراحه تستاهل كل شيء.